حياكم الله أحبتي طلبة الثانوية العامة في كل مكان. هذا سؤال لمراجعة دروس القواعد على طريقة استخراج فقرة واستخراج 20 نوع من أنواع القواعد، منها من الكتاب ومنها من الأساسيات. ستتم إجابة هذا السؤال ضمن أسبوع المراجعة في المتميزون الثقافي في قلقيلية، وهذا السؤال سيكون من ضمن هذه النماذج، لن نعزه عليكم في حين أننا سنحتفظ بالنماذج الأخرى للطلبة الوجهيين. ما هو المقطع؟ في مشهد مهيب وصل المرابطون المسجد الأقصى يصدحون بالتكبير وبالتهليل ولا يهرعون لما يواجههم، وذلك يوم أن حاولت سلطات الاحتلال تركيب بوابات إلكترونية على مداخله، الأمر الذي فجر هبة مقدسية متقدة سرعان ما تدحرجت إلى كرة من لهب فعمت أرجاء فلسطين، ما اضطر الصهاينة صاغرين لتفكيك تلك البوابات، فمتى يعي العدو الدرس فيندحر عن أرضنا؟ أولا، ممنوع من الصرف، واذكر سبب منعه. ممنوع من الصرف صرف للإضافة، ممنوع من الصرف صرف للتعريف، فاء السببية، فعلا مرفوعا بعلامة فرعية، اسم مفعول، اسم فاعل من ثلاثي واسم فاعل من مزيد، لا النافية، اسما موصولا وأعربه، اسم مرة، مصدر صناعي، مصدر صريح، المعنى الذي أفاد حرف الجر من لهب، حال مفردة، إبدال حدث في فاء الكلمة، كلمة بها إعلال وأوضحه، الوزن الصرفي لكلمة يعي، المعنى الذي أفادته الزيادة في تدحرجت، المادة المعجمية من مهيب، بدل مجرور، حال جملة فعلية، الأصل اللغوي لكلمة اضطر. بإمكانكم الإجابة عن هذا السؤال في الوصف أسفل الفيديو، عناوين التواصل الاجتماعي، اتركوا إجابتكم هناك، سأقوم بالرد عليها إن شاء الله حال أسعفني الوقت. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ومعكم حتى ليلة الامتحان الرسمي. إلى اللقاء.